إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. انت كذب ولا ليال وحن ربانا إذن لو ذاقو كلمات يرير ونسلايهاي وان كفى إذينينا وان كفى إذي سنينا كلمات كاوحي كساب سيهن أخلاق دغوفك مسلم كاينو كسفوب وأباهن يهي. الله سبحانه وتعالى وحو أماني نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحو نيري وإنك لعلى خلق عظيم، وحات كسو قنته رسول كأنه صلى الله عليه وسلم أخلاق وناكسن وآد وصر ريسه أخلاق داس وناكسن وقفك مسلم كأمال والبأوجوغ إنو كسفو باللوغ باهن يهي. وأمدو نبي قيري صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وحال إي صادري إن أن لما يسير أخلاق دا وناكسن أخلاق داس وناكسن ونبي عليه الصلاة والسلام ولما يسير إلهنا وكو أماني وحو ربنا فرأينا كسفة ونأنك هدان مسلمين هاي، ووحو يري لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وحربا إنه إذن كسو قانته رسولك الله صلى الله عليه وسلم كضي شو ناكسا وكما قفك رجينا يا إلهي يا مالك آخره أو إلهينا إن بعد حسوس سنية أخلاق داس وناكسا بان إن شاء الله تعالى مربو حنكسو قاضينا هل أمر الله كم إذا ما أنت وحنك بالله بينا أخلاق ذا وناكسن قفك مسلم كأنه كسفوبة وحاقوه الرئيسة أخلاق ذا اللي يراهد الإخلاص إنه قفك وحوال بأو سميني عمل كستو وكو دغاقي أما علم كستو وو استاغي إنه إله درتيس ولجيده أو إيسان كان نقارن استوتوس إيهالغو أمانا إيهالغو شاقو هالغاش شاق شاقو إله سبحانه وتعالى دين تينا وحو أشر ديه إنو نغا أقبله إن إساق درتي لو لجيه ووحو يري آلا لله الدين الخالص إلهي عز وجل وحو ليه الدين خالص وإساق كلي درتي لو أسميه لكن قفك هدو عمل كيسا أسميه استطس إياه لو شاك شاكو وحب أجر كمه ليه سيدو كالاته وحا شرد وعمل كان إنو يهمد إله اكتسا لغا أقبله إنو يهمد وافقسا وذذي رسولك عليه الصلاة والسلام. سادة رادد بو نبي وحو يجري صلى الله عليه وسلم حديث كي صحيحة هاي كويا لسنة النسائي وحو يري إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغى به وجهه. إلهي سبحانه وتعالى ما أقبل أي عملك إلا وحي إساق درتيز لو سميي موياني إياذا وجهي سلو لدن ليهي. مركا قفك مسلمك أخلاق ذا أقوى ناكسن وهو الرئيس إنو كسفو بوحوية وحكستو سمينيه فعل كيسة قول كيسة هكا فكره وحان آت سمعين ايو محاكا إيمان دونه وحلقا يابا قفك إنو الشي حن او سمعي إساقو إسلي هلغو قصلو هلو فان كاردiga دادك حوغي دادك كم ماتسو لكن إساقو حلقا يابا قبر إنو قبر قالب الرتو الودينتو ومركا ماشا حسانات ماشو كهري لها سيئات يدن بفربادان إنو أصو السعودة. عمل كواناك سنة إخلاسك على مذاها لغو يقان وحاكم إذا قفك دا عذيس إنو قريه سيدو حمان تيسي مع سيدي سبق قرينيه أو أسندتك استطس أسمينين. شيخ عالم أها وكم إذا رقي سلف كمقعي سر الهجري إبراهيم التيمي وحو الهجري قفك مخلص كاه وحو قرينيه حسنات كيسة سيدو سيئات كيسة وقرينيه كلي سيدا سوكالات ننكي وينايه إمام الشعب رحمه الله تعالى وحو الهجري وحاكم إذا ذابت ذاتك علمذا مركي أي عمل سمينيان إني وحي أي يقانان أي كو عمل فلان markii ay amal koodi uu ku mashquuliyo markii waxay cilmi u yeesheen ay ku amal falaan amalkaas wuxuu ka mashquulinayaa marka dadka inay ceebahooda ay firfiiriyaan qofkuna markuu dadka ceebahooda ka sii jeesto marka uu badbaadayaa adduunka aakharaba. Nin kale isaguna Fudayl ibn Ciyaad la dhihi jiray wuxuu dhihi jiray hadaad aragto qof caalim ah ama caabid ah
oo raba inuu amaasha uu samaynayo dadku ay arkaan, sida dadka madaxda iyo mas-uuliyiinta oo kaleete, waxaad ogaanaysaa qofkaas inuu yahay qof istutus iyo riyaa ula jeedo. Marka waxaan rabaa walaalayaa inaan idhaahdo, camal walbo qofka uu samaynayo waa inuu ilaahay dartii ula jeedaa, iskana ilaaliyaa waxa la yidhaahdo arriyaa, oo ah istutus iyo halagaa arko iyo halagaa sheego. Wax walbood samaynaysa haba yaraada hadduu doone ilaahay dartii u samee, iskana daa bini aadamkan. Maxaa yeelay bini aadamkan waxay kaa arkayaan oo ay u malaynayaan inaad wax wanaagsan samaynayso, aakhar markaa tagto wixii o dhan waxaa lagu leeyahay orod waxba kuma lihida. Saa darteed nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xadiis saxiix oo dheer, abi hurayra uu werinayo, saddex qof baa aakhara ugu horeyso dabka lagu shidayaa naarta. Qofka koowaad waa qof caalim ahaayo cilmiga yaqaanay, qofka labaad waa qof mujaahid fii sabiilillaahi ahaa oo adduunyada uga soo tegay isagoo dagaalamayo, qofka saddexaadna waa qof sadaqa badnaayo, maxaa la dhahay muxsin ahaayo, sadaqada aada u bixin jiray. Saddexdaas qof ilaahay markuu soo qabto wuxuu dhahayaa mid walba, war maxaad hebeloo diinta u baratay ood ugu camal fari jirtay? Wuxuu leeyahay ilaahu adiga darta. Ilaahay wuxuu leeyahay waa beenta, waxaad diinta u baratay ood uguna dhaqmi jirtay ha lagu dhaho waa qof cibaado badan, waa qof cilmi badan, wixii aad ribtayna waad heshay orod naarta aada. Kan labaad waxaa la leeyahay maxaad naftaada u go'day? Wuxuu leeyahay ilaahu adiga darta. Ilaahay wuxuu leeyahay waa beenta, waxaad u dagaalantay ha lagu dhaho waa geesi, waa haliyey, waa nin bala, waana lagu yiri. Kan saddexaadna nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, qof xoolo fara badan bixiyey baa leeyahay hebelow maxaad xoolahan u bixisay? Wuxuu leeyahay ilaahu masaajid waxaan u dhisay, oon masaakiinta u quudin jiray, oon dadka tabarta yar u gargab istaagnaa adiga darta. Ilaahay wuxuu leeyahay waa beenta, waxaad u samayn jirtay ha lagu dhaho waa qof deeqsi ah iyo waa qof wanaagsan. Marka qof walba oo camalkaad samaynayso ilaahay dartii u samee. Ilaahay casa wajalla waxaan ka baryaynaa inuu dembigeena noo dhaafo, noona naxariisto, uuna naga dhiga dadka markay camalka samaynayaan ikhlaas iyo isaga dartii u sameeyo. Jazaakum ullah khayran calaa xusni istimaacikum, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.